لولاية أم مكناس الذين تشرفوا باستقبالكم في رحابه. لقد رعي في تصور هذا المقر وفي بنائه وتجهيزه اعتبارات محورية تتعلق أساسا بالحرص على تقريب الخدمات الأمنية من ساكنة المدينة وتيسير ولوجها لمختلف هذه الخدمات والرفع من جودتها وفعاليتها بما يتلائم مع متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة. كما جسد إنشاء هذا المقر حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين ظروف عمل موظفي الأمن الوطني وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء. يضم هذا المقر أيضا غرفا أمنية تراعي أنسنة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية ومكتب مخصص لاستقبال المحامين وقاعة للمواصلات سيتم قريبا الارتقاء بها إلى قاعة للقيادة والتنسيق، مما سيضمن تأطيرا أمنيا محكما لمختلف قطاعات المدينة ويعمل على ضمان الاستجابة الميدانية إن داءت النجدة بالنجاعة والسرعة والفعالية المطلوبة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.